مراحل نمو الطفل. تنقسم مراحل نمو أي طفل وتطوره خلال مراحل النمو الأولية إلى أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى مرحلة الحركات الظاهرية الكبيرة Gross Motor Development. المرحلة الثانية مرحلة الرؤية والحركات الدقيقة Vision and Fine Motor Development. المرحلة الثالثة مرحلة السمع والنطق واكتساب اللغة Hearing, Speech and Language. والمرحلة الرابعة والأخيرة في نمو طفلنا العزيز مرحلة التواصل الاجتماعي ونمو المشاعر واكتساب السلوكيات Social, Emotional and Behavioral Development. ومن ضمن هذه المراحل الأربعة تعتبر المرحلة الأولى وهي مرحلة الحركات الظاهرية الكبيرة Gross Motor Development هي أكثر مراحل متابعة نمو الطفل وضوحاً وسهولة في المتابعة. وقد تختلف درجة اكتساب مهارات النمو تلك من طفل إلى آخر، ولكن جميعها تتفق في نفس التسلسل للظهور وارتباط كل مرحلة نمو بسابقتها، فالاختلاف يكون فقط في درجة اكتساب هذه المهارة ولكن ليس في تسلسلها. يعني الطفل هيمر بالمراحل الأربعة، كل الأطفال هيمروا بالمراحل الأربعة، ولكن طفل يصل في هذه المرحلة إلى 20%، طفل يصل في هذه المرحلة إلى 70%، طفل يصل إلى 100% من هذه المرحلة. كما أنه عند فقدان الطفل لأي مهارة بعينها فقد يؤدي ذلك إلى التأثير على المهارات الأخرى. مثلا عند وجود مشكلة في السمع لدى بعض الأطفال فإنه يصاحبها بعض المشاكل في النطق، والدليل على ذلك وجود الطفل الأصم الأبكم، من لا يسمع مطلقا لا ينطق مطلقا. من يعاني من بعض مشاكل السمع قد يعاني من بعض مشاكل النطق. ودائما ما يكون هناك ثلاث متغيرات نقيس عليها نمو هذا الطفل، ثلاث متغيرات أساسية نقيس عليها نمو أي طفل. أول حاجة عمر الطفل، ثاني شيء نموه الجسدي، ثالث شيء درجة اكتسابه لمهارات النمو. يعني أوقات كتيرة قوي نقول ابني عمره 3 سنين بس ما شاء الله جسمه كبير، جسمه متميز، جسمه فارع، يعني أي أن عمره ذكرناه ولكن نموه الجسدي مميز. أو ابني عمره 4 سنين لكن جسمه شوية قليل يا دكتور، يعني نموه الجسدي قليل مقارنة بعمره الزمني. أي أن هناك علاقة بين متغير العمر وعلاقة بين متغير النمو الجسدي. وأيضا هناك متغير ثالث مهم جدا وهو درجة اكتسابه للمهارات. يعني أنا طفلي عمره 4 سنين مهاراته جسده الحمد لله جسمه كويس ماشي مع سنه، لكن يا دكتور شوية عنده مشاكل في التواصل، انطوائي، ما بيكلمش زمايله، يعني عنده مشكلة في اكتسابه لتلك المهارة. يعني لا بد وأن نقيس الطفل على 3 موازين، عمره ونموه الجسدي وأيضا اكتسابه لمهارات النمو.